عند حدوث أي حالة طارئة في شوارع القاهرة تهرع سيارات الإسعاف التي تبقى متأهبة على مدار اليوم كله. الهدف هو نقل المصابين بأسرع ما يمكن إلى المستشفيات، لكن للأسف غالبا ما تكون المسافات بعيدة والشوارع مكتظة ما يعوق إتمام هذه المهمة. وعليه فإن سيارات الإسعاف الحديثة يجب أن تكون قادرة على القيام بدور العيادة المتنقلة، ولذا تم تحديث السيارات. فهناك أسطول جديد من المركبات وهو متوفر منذ عام 2008. عند تلقي اتصال طارئ يتحرك عمال الإنقاذ فورا. أثناء الرحلة يحصلون عبر اللاسلكي على معلومات دقيقة ليكونوا على أتم استعداد للعملية. عمل الإنقاذ سابقا كان يبدأ بنقل المصابين فورا، أما اليوم فيجب تثبيت وضعية المصاب أولا بما يزيد من فرص نقله بأمان إلى المستشفى. عبر تسنيد الرقبة يتم تثبيت العمود الفقري لمنع نشوء أضرار إضافية عند النقل، ولكي لا ينقلب المصاب يعمد إلى مد جزئي حمالة تحت جانبيه ثم يجري ربطهما. في المتوسط توجد سيارة إسعاف لكل 25,000 مواطن، لذا يمكن بل يجب تحسين هذه الوضعية، لكن المسألة لا تقتصر على عديد السيارات المتوفرة إنما على نوعيتها أيضا. السائقون يعرفون المدينة وشعابها عن ظهر قلب. بفضل صفارات الإنذار ومكبرات الصوت يمكن لهم بصعوبة العبور عبر الشوارع المكتظة. في الجزء الخلفي من السيارة يوفر المسعفون للمصاب كل ما يلزمه أثناء الرحلة. المركبات الجديدة مجهزة بأحدث التقنيات ويتم تعقيمها بعد كل استخدام. الحمالة حيث يتمدد المصاب تتحمل بسهولة الصدمات بحيث لا تؤثر الاهتزازات عليه. إنها أشبه بالعيادة المتنقلة القابلة للاستخدام في كل مكان. لكن ماذا لو حصل اختناق مروري؟ ففي حالات نادرة جدا تبقى سيارة الإسعاف متوقفة، عندها على فريق الإنقاذ إجبار السائقين الآخرين على فتح الطريق. يحتاج الوصول للمصاب إلى حوالي 8 دقائق في المتوسط، لكن كما رأينا فإن التقنية الحديثة وفريق الإنقاذ المدرب شرطان لا غنى عنهما لإنقاذ حياة إنسان. المصاب حاليا في حالة أفضل بفضل العيادة المتنقلة. نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل اللقاء ونتكلم على هيئة الإسعاف المصرية. ولسه قبل ما نطلع على الهواء كنا بنتكلم مع الدكتور إنه حصل تطور وطفرة كبيرة جدا في الإسعاف من 2009 ل 2016، والدكتور شخصيا كان بيقول إن هم محظوظين إن كل الجهات كانت بتتكاتف معهم وبتساندهم وبتساعدهم. تفاصيل أكتر عن منظومة الإسعاف في مصر وإيه التطور اللي حصل فيها، كنا فين وبقينا فين، من خلال لقائنا مع دكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا، صباح الخير. صباح الخير دكتور مصطفى. يعني يمكن زي ما قالت هند احنا بنتكلم قبل الهوا، في طفرة مما لا شك فيه فعلا من 2009 ل 2016، واحنا حسنا ولمسنا. يعني مفيش حد فينا ما تعاملش مع الاسعاف سواء لاي حد من قرايبه وجيرانه واصحابه، وشاف الفرق وشاف قد ايه الناس بتعاني وما بيقولوش لا، وشاف قد ايه الناس بتعاني من ان هي تطلع بالسرير المتحرك مثلا او كده ممكن 10 ادوار لو مفيش اسانسير بيطلعوا ما بيقولوش لا، وبيشيلوا ويشيلوا اوزان كبيره وينزلوا بيها برضه، وشهادات ما شاء الله كبيره وناس محترمه وناس فاهمه وناس واعيه، والتعامل مع الناس بالابتسامه برضه دي لما يخش الراجل بيبتسم في وش المريض او كده بيديله جرعه امل من غير ما واحد يخش له يلا عم حطه على البتاع. يعني الدنيا مختلفه تماما. هتكلمنا على هذا التطور ازاي حصل؟ والحمد لله يعني يمكن هيئه الاسعاف المصريه ابتدت تفعيلها في 2010، احنا بقى لنا 5 سنين بس الهيئه مفعله، بقى لها 5 سنين فقط. قبل كده كان في مرافق اسعاف منتشره في جميع انحاء الجمهوريه. اعتقد ان اللي حصل في الاسعاف في مصر في 6 سنين اللي فاتوا يكاد يكون معجزه. الحمد رب العالمين، ما بنقولش ان احنا وصلنا لدرجه الكمال، ولا ان احنا بنحاول وبنشتغل وعندنا اخطاء بنحاول نصلحها، عندنا مشاكل بنحاول نعملها، محتاجين سبورت كبير جدا من المجتمع المدني ومن الناس، محتاجين بعض الوعي. عشان كده يمكن احنا فكرنا حاليا ان مش دور الاسعاف بس ان هو انقاذ المصابين والمرضى ونقل المرضى ما بين المستشفيات، لا احنا من ضمن واجبنا برضه ان احنا يكون في عندنا حمله توعيه للناس، ان لو بقى في وعي عند المجتمع باسلوب شغل الاسعاف
ازاي الاسعاف بيشتغل وازاي نتعامل مع بعض الاصابات. اكيد ده هيقلل كتير جدا من المضاعفات اللي بتحصل للمرضى وهيساعدنا في شغلنا. يمكن احنا شعب عاطفي وعاطفتنا في بعض الاحوال ممكن تكون هي سبب في عمل مشاكل كتير. يعني مثلا لو في حادثه معينه على في طريق حضرتك بتلاقي كل الناس واقفين وينزلوا عايزين يساعدوا. هو طبعا هو هدفه جميل ونبيل ان هو عايز يساعد بس هو ما هو بيقف بعربيته بيعطل الطريق بتيجي على الساعه من ورا مش عارفه توصل بياخد وقت اطول لانقاذ المصاب بينزل ممكن المصاب يكون في عربيه في عنده اصابه معينه كسر في مكان معين كسر ده حركته بشكل خاطئ ممكن تعمل مضاعفات اسوا من الكسر نفسه. صحيح. بنحركه. فعشان كده يمكن احنا بقى لنا فتره ابتدينا بحملات توعيه في بعض المدارس بالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم في مختلف المحافظات عشان نعلم اولادنا الصغيرين ازاي يتعامل في مثل هذه الاحوال ازاي يتصرف عشان يتصرف صح. اشتغلنا في بعض النوادي اشتغلنا في بعض المصانع ومستمرين في هذا المجال يمكن الحمد لله ان احنا بندشنها الفتره ديت برضه هدف منها وطبعا اكيد بمساعده الاعلام وحضراتكم. طبعا ده لازم اكيد كل مردود كويس قوي قوي على المجتمع المصري وعلى شغلنا. ده طبعا جزء من تطور منظومه الاسعاف في مصر. انا عايزه حضرتك يعني تقول لنا يعني تقريبا بالارقام الوضع كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. يعني 2010 كنا عاملين ازاي عندنا كام عربيه اسعاف دلوقتي 2016 عندنا كام عربيه. يا اقول حضرتك هو فكره تطوير الاسعاف ابتدت تقريبا من 2008 الهيئه فعلت القرار الجمهور بتاع انشائها كان 2009 التفعيل التشغيل كان 2010. اقول لحضرتك ان احنا في 2008 2009 كان مصر كلها فيها حوالي 1200 عربيه اسعاف. سيارات اغلبها كانت سيارات غير مجهزه اللي احنا بنسميها سيارات اسعاف نمطيه. النهارده احنا عندنا في مصر 2800 سياره اسعاف وخلال الشهور يعني النص الثاني من هذا العام في 300 سياره التانيين داخلين الخدمه يعني هنعدي 3000 سياره. السيارات جامعها مجهزه سيارات عنايه مركزه كلها تبع مواصفات الاتحاد الاوروبي. السياره فيها جميع التجهيزات اللي ممكن نحتاجها كعنايه مركزه يعني اي مريض هيحتاج اي خدمه اسعافيه داخل السياره كانه في رعايه مركزه بالظبط. العاملين احنا الهيئه اول ما ابتدت كان عدد العاملين 4000 يعني في الهيئه احنا النهارده وصلنا 17000 وشويه ما شاء الله. طبعا التدريب المستمر للعاملين وبدين من فتره كمان ان احنا الكرو بتاع الاسعاف طاقم السياره عباره عن مسعف وسائق. احنا هدفنا ان احنا نوصل في الاخر ان احنا يبقوا الاثنين زي بعض الاثنين مسعفين. فاحنا ابتدينا بتدريب للسائقين كمان على المهارات الاسعافيه عشان يساعد المسعف. في عندنا تدريب مستمر ده ما بيوقفش تماما. كورسات تنشيطيه للعاملين بتوعنا. دخلنا خدمه الحضانات. في مصر عندنا في حضانات متنقله في مصر فيها 100 حضانه لنقل الاطفال المبتسرين. خدمه الاسعاف النهري دي حاجه مش موجوده في اغلب دول العالم. الاسعاف النهري احنا عندنا 10 لانشات عامله فعليا بتشتغل فعلا. عندنا لانشات في الاقصر وفي اسوان وفي سوهاج وفي القاهره. الهدف طبعا من يعني مثلا لو قلنا اللانشات اللي في القاهره احنا عندنا في لانشات في الجيزه في المقر الرئاسي للهيئه وفي لانشات في مرسى في معهد ناصر. طبعا كل المستشفيات اللي على شاطئ النيل لو في اي حاله في وقت الذروه الزوريه مثلا حضرتك لو بنجيب حاله من ميدان الجيزه مودينها معهد ناصر ممكن ناخد 3 ساعات في الطريق طبعا. عن طريق اللانش 20 دقيقه بالظبط. طبعا زي طبعا الخدمات للمراكب السحاله الموجوده في النيل وبعض الجزر اللي كانت منعزله تماما مش قادرين نوصل لها بالعربيه. هي جزيره في وسط النيل مش عارف اوصل لها. توصلها ازاي؟ صح بالظبط. فطبعا احنا بنشتغل بهذا المجال وطبعا الاقصر واسوان عشان المراكب السياحيه وان شاء الله السياحه ترجع والشغل بتاعها يبقى افضل يعني. ان شاء الله. كنا سامعين عن انه هيبقى في الاسعاف الطائر. لا مش هيبقى في الاسعاف الطائر. هو في طيب يبقى انا معلوماتي متاخره شويه. لا بص عليك هي الهيئه بتملك طيارتين اسعاف هليكوبتر لكن وفي بروتوكول الهيئه عاملاه مع البحث والانقاذ تبع القوات المسلحه بنستخدم جميع طائراتهم بجميع طرازاتها بجميع احجامها تمام. يعني زي الطيارتين بتوعنا برضو هم اللي مسؤولين عن التشغيل بتاعهم. تمام. اي خدمه اسعاف طائر موجوده في مصر احنا بنقدمها والكلام ده موجود في مصر من 2010 مش من النهارده. لكن هو في بس حاجه صغيره برضو ده من ضمن الحاجات اللي الناس لازم تكون مقدراها ان مفيش خدمه اسعاف بعينها بتطلب. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش حضرتك ان حضرتك تقول ان العيان الا بقى لو هو مثلا واحد عايز يروح مكان خاص وهو بيطلب طياره وبيدفع ثمنها. لكن مفيش حاجه اسمها ان العيان او المصاب يقول هاتولي اسعاف طاير او هاتولي لانش او هاتولي سياره. اللي بيحدد وسيله النقل الاسعافي غرفه العمليات. لان احنا الهدف بتاعنا في الاخر سرعه وصول المريض للمستشفى. اسرع وسيله هتستعمل.
أيا كانت هذه الوسيلة، السيارة، الطيارة، اللانش، الهدف في الآخر إن المريض ده يوصل بسلام للمكان اللي تلقى فيه الخدمة الطبية. صحيح. وبعض الحالات ما بيكونش مهيئة للطيران، يعني في بعض الحالات المرضية وحالات الإصابات الطيران مضر بالنسبة لها، وبعض الأماكن مش هتعرف تنزل لها الطيارة، هتنزلها فين بالظبط؟ فهي ليه يعني، عشان يمكن ده من ضمن الحاجات، يعني في ظروف بتحيط بالموضوع، هو ايه اللي بتحكم؟ عشان كده من ضمن الحاجات الكتير قوي اللي في مصر اللي احنا بنسأل عنها ان الإسعاف الطيران مش شغال. لا، إسعاف الطيران شغال، بس هو ليه محاذير معينه وظروف معينه لازم يعمل فيها. صحيح. يعني الطيارتين بتوعنا، الطيارتين الاجوستا التامين الهيئه، هم مؤهلين ان هم ينزلوا في اي مكان. لكن هل المجتمع بتاعنا حاليا مؤهل ان انا انزل طياره في الشارع؟ لا طبعا. يعني مش حضرتك لو في واحد بيغير فرق كوتش في الشارع بتلاقي حضرتك الشارع كله بيتفرج عليه. ايوه، دي نقطه برضه انا عايز ارجع ليها. حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، احنا كشعب مصر عندنا نخوه ورجوله ومجدعه كده. لما الواحد يلاقي اي حادثه او واحد مغمى عليه في الشارع تلاقي كل الناس بتجري عليه انت فيك ايه وبتاع والكلام ده. ده حلو، بس زي ما في نفس الوقت ممكن لو في كسر او حاجه في العمود الفقري ممكن يشيله غلط يتسبب له في كارثه. انا عايز حضرتك من خلال كاميرا حضرتك تتوجه للشعب المصري وتقول له لما حمله التوعيه، لما يحصل كذا اعمل كذا، دورك ايه؟ انزل وقف، ما تنزلش، توقف، تعمل. يعني انا اعمل ايه لما الاقي حادثه قدامي مثلا؟ اتحرك ازاي؟ اتصرف ازاي؟ حضرتك تغلي 123، تمام؟ يعني اهم شيء الاتصال بالاسعاف رقم 1 123. تاني حاجه، اثناء المكالمه احنا مطلوب بيانات معينه عشان اوصل للمصاب. يعني لازم حضرتك تقول لي المكان ده فين تحديدا عشان اقدر اوجه له اقرب سياره. طبعا الغلط في المكان اخلي السياره تروح مكان خاطئ وارجع اطلع عربيه ثانيه. تمام. المفروض حضرتك لو حضرتك شايف توصف لي الحادثه وصف بسيط، ولو قادر تحدد رفلي كده عدد المصابين تبلغهم لي. بعض الناس بيلوموا علينا من هذه الاسئله، ده يخليني اقول انه كمان اللي قاعد على الاوبريتر بيستقبل التليفونات هو كمان مهيئ ومدرب على حضرتك، وعنده اسئله حضرتك ثابته. في كل حاله بيسالها عشان يوصل لي داتا معينه. يعني انا بسال المتصل الحادثه فيها كم مصاب، وارد انه يكون مش عارف. قول لي مش عارف، لكن هو قال لي 4، اكيد هبعت 4 عربيات مش عربيه واحده. لكن لو قال لي 1 هبعت عربيه واحده. لو قال لي 10 هبعت 10 عربيات. التعامل مع كل حادث بيبقى مختلف، فانا محتاج من الشخص اللي واقف مكان الحادثه يديني معلومه ابني عليها قرار. صحيح. طب معلش يا دكتور، برضو احنا ساعات بنحب نتاكد ونطمن ال 123 شغال على مدار ال 24 ساعه، ما فيش حد هيسيبني على التليفون، ما فيش حد هيقول لي طيب انا هرجع لك بعد شويه ويسيبني والحاله تبقى كريتيكال قدامي. 123 شغال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع في جميع محافظات الجمهوريه. تمام. ممكن حضرتك تلاقي الرقم مشغول. ده برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنركزها في حمله التوعيه بتاعتنا. المكالمات المعاكسات، احنا بيجي لنا حوالي حضرتك الرقم يعني يمكن اكتر من 70,000 مكالمه معاكسه. يا نهار ابيض. ماشي. يعني ليه يعني؟ نسبه المكالمات الصحيحه عندنا للمكالمات المعاكسه لا تتعدى 3 او 4%. تمام. فتخيل حضرتك ان انا مثلا انا عندي السنتر فيه اوبريتور، فيه 60 اوبريتور بيستقبلوا مكالمات. ما هو اكيد لو في اوفرلود و60 مكالمه منهم 50 مكالمه معاكسه، حضرتك هتكلمت تلاقي الوقت الخط مشغول. صح. تمام. زي طبعا اوفرلود على الاوبريتور نفسه ان هو بيعمل فلتريشن للمكالمات، ايه الصحيحه وايه المعاكسات. طبعا ده افوت عالي جدا، وقت بيضيع، كوست عالي جدا الدوله بتتحمله. وممكن واحد بيهرج بيعاكس يتسبب في وفاه حد يعني مستعجل وعنده حاله حقيقيه. لو انا حد اتصل بيا بيعاكس وقال لي ان في حادثه في مكان ما، ما انا اكيد اطلع عربيه. طب انا كده فقدت عربيه طلعت وراحت مكان، وممكن يكون في نفس الوقت في مريض تاني محتاج هذه السياره. حضرتك مش بياخدوا البيانات؟ بناخد البيانات. تمام. وفي بروتوكول معمول مع وزاره الاتصالات ان لو في رقم اتصل اتصال متكرر معاكسات بيتحرق الشريحه. لكن برضه حضرتك يمكن الجزئيه دي بالذات الشق القانوني فيها مش هو المهم زي الشق الانساني او للناس اللي فيها عندها معرفه باهميه الاسعاف واهميه ان التليفون ده هو معمول والدوله عاملاه مجاني ومتحمله التكلفه بتاعته خدمه للناس. صح. فالخط ده معمول عشان ده مش بتاع الهيئه، ده بتاع الناس. عشان بالظبط. فالاتصال في الوقت للحاله اللي محتاجينها مهم قوي قوي قوي. واحنا عارفين على فكره والولاد طبعا مدربين على ده، ان دايما اللي بيتصل بالاسعاف هو في ظرف صعب. يعني واحد عنده حادثه، واحد عنده حد عزيز عليه في مشكله، فهو دايما بيبقى مضطرب. بس احنا في بيانات انا لازم اخدها. يعني لازم اخد
المكان على يعني المكان تفصيلا عشان اقدر اوصل العربيه، كل ما بيديني المكان محدد بيسهل تفصيلا بقدر اوصل له. طبعا برضو من ضمن الحاجات المشاكل عندنا في مصر، في عندنا العناوين صعبه جدا في بعض الاماكن، في اماكن ما لهاش عناوين، في دي من الحاجات اللي التهمه جدا. ويمكن برضو انا عايز ابشر حضراتكم ان احنا حاليا دلوقتي فعلا شغال في جي بي اس راكب في جميع سيارات القاهره، واحنا بنركب بقى كده تباعا موضوع الجي بي اس ده. احنا بنركب تباعا على فكره في الجمهوريه، ابتدينا بالقاهره وان شاء الله هنخش على الجيزه والقاهره الكبرى، خلاص هنطلع على باقي المحافظات، بحيث العربيه تبقى متتبعه بالنسبه لنا على الشاشه لحظه بلحظه. المتابعه اللي عندنا ده موجود على مدار الساعه. عظيم. طب دكتور، يعني لا قدر الله في حالات الحوادث سيارات الاسعاف بتروح تنقل المرضى توديهم المستشفيات، بعض الاحيان في ناس بتبقى عايزه خدمات خاصه، هل ده بيندرج ضمن الخدمات اللي انتم بتقدموها من خلال هيئه الاسعاف؟ وحضرتك الهيئه بتقدم حزمه من الخدمات. طبعا اولها طبعا واهمها خدمات الحوادث والطوارئ، ودي الاولويه الاولى بتاعتنا، ودي مجانا للمواطن. دي مجانا تماما حضرتك، ماشي، وده بتمثل يمكن اكثر من 70% من تشغيل الهيئه. ودي مجانا تماما لجميع المواطنين، تمام، اللي هي خدمات الطوارئ والحوادث. بنقدم خدمات نقل المرضى ما بين المستشفيات. اذا كان مريض موجود في مستشفى ومحتاج مستوى علاجي اعلى شويه، بيتم التنسيق ليه في المستشفى الاعلى وبننقله. دي باجر؟ لا، دي باجر حضرتك لو المريض هو اللي طالب. يعني المريض هو طالب ان هو يروح من مكان خاص. فده باجر لو هو اللي طالب. لكن لو ما بين المستشفيات الحكوميه كتنسيق ما بينها، لا ده مجاني برضه. عشان بقول لحضرتك يمكن اكثر من 70% من خدمات الهيئه مجانيه تماما. بنقدم خدمه نقل مرضى غسيل الكلوي، توصيلهم للمستشفيات وروحهم تاني طبعا لبعض المرضى اللي هم محتاجين سياره اسعاف لنقلهم. في خدمات النقل الحضانات، الاطفال المبتسرين برضه نقلهم للحضانات، برضه ده بيحتاج تنسيق برضه عشان المكان الفاضي والمناسب اللي يقدر يقدم الخدمه الطبيه حتى الخدمات نقل المرضى ما بين المنازل، يعني برضه دي خدمه، بس دي يمكن بالنسبه لنا احنا دي اولويه متاخره شويه. في بعض الناس بيحتاجوا اسلوب طبي معين للنقل، عايز نقل من بيت لبيت، يعني حسيت كبيره عند ابنها ومحتاجه تروح عند في بيت تاني، برضه بنقدم هذه الخدمه. لكن طبعا دي بالنسبه لنا تبقى اولويه متاخره شويه. عشان طبعا هي تقديم الخدمات حسب اولويه خطورتها. طبعا صحيح. الاولويات بالظبط. طب دكتور، يعني زمان كنا عربيه الاسعاف بتمشي في الشارع كان كل الناس تجري وراها بالعربيه عشان خاطر الزحمه. لا هو دلوقتي الواحد لا هو مش زمان لا بس الدنيا اتغيرت شويه دلوقتي، الناس بتوسع لعربيه الاسعاف ودي حاجه مهمه جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا فعلا حضرتك بتقوله صح تماما. الوضع بيتحسن كتير. يعني يمكن الناس لما شافت عربيه الاسعاف وشافوا التجهيزات اللي جواها وشافوا مستوى الاطقم الطبيه اللي شغال عليها وابتدوا يشوفوا اسلوب التعامل، ودي حاجه مهمه على فكره. احنا بندرب الناس الاطقم عندنا على مهارات الاتصال والتواصل مع الناس عشان يقدروا يتعاملوا بشكل كويس. ده فارق فعلا. يعني الوضع كان اسوء من كده، بس احنا طمعانين ان شعب مصر في افضل ان شاء الله. يعني ان شاء الله. طبعا في بعض الاحيان الناس بتتصرف لان هي ما عندهاش المعلومه ازاي تقدر ان هي تساعد، مثلا سياره الاسعاف وهي ماشيه المطلوب من السائقين ايه، او يعني العربيات الثانيه تروح على اليمين ولا تروح على الشمال. كل دي حاجات معلومات توعويه المفروض ان هي تقدم للمجتمع. عشان كده حضرتك احنا عملنا الحمله دي، والحمله دي موجوده على موقع الهيئه، وطبعا بمساعده حضراتكم كمان موجوده على موقع الهيئه اللي هو www.eao. نقول تاني معلش www.eao.gov.eg. اوكي. الصفحه الرسميه بتاعت الهيئه موجوده، وموجوده كمان احنا عاملين في ايقونه يقدر يخش عليها اي فرد من الشعب هيلاقي فيها كمان ارشادات للاسعافات ازاي يتعامل مع كل الحالات. تمام. وده بيتعمل له ابديت على فكره على اخر اصدار علمي موجود، وموجود على موقع الهيئه ومتاح لكل لجميع المواطنين. واحنا مستعدين كمان، احنا عندنا استعداد تام ان اي جهه في مصر حابه ان هي تعمل توعيه للكرو بتاعها التيم بتاعها. يمكن لسه حتى امبارح كنا بنتكلم ان احنا بنفكر ان احنا العاملين في مصر للطيران هنعمل معاهم دي، ان احنا برضو يبقى في توعيه للاطقم الطائره برضو كيفيه التعامل مع اي حاله
تكون موجودة معاه على الطيارة. أي جهة، أي مصلحة، أي وزارة، أي نادي، إحنا تحت أمرهم، وده شيء يسعدنا جدا يعني. وده مهم قوي يعني. أنا كمان بسطت جدا من حضرتك قلت الحملة التوعية اللي أنتوا بادئين بيها، بادئين بيها في المدارس، لأنه التغيير بيبدأ من إحنا شغالين فيها مدارس من أكثر من سنتين يعني إحنا بقى أكثر من سنتين شغالين في أغلب المحافظات مع المدارس، وفي أطقم عندنا بتروح تعمل محاضرات توعية للطلبة وللمدرسين. دكتور، العمل في هيئة الإسعاف هي مش وظيفة قد ما هي عمل نبيل ووطني وإنساني وديني، وزي ما انت عايز تقوله طول انك بتنقذ حياة بني آدم. فكلمني عن الشباب المصري الجدع اللي بيجي ويعني بينقذ فعلا حياة بني آدمين كتير. بص حضرتك، يعني انا مسؤول عن التشغيل العام في هيئة الإسعاف المصرية من 5 سنوات بمنتهى الأمانة. بقول لحضرتك انا يشرفني ان اشتغل مع الاولاد دول، شرف ليا فعلا ان اشتغل مع الرجال اللي موجودين في هيئة الإسعاف المصرية. فعلا احنا عندنا ناس جمال قوي زي ما حضرتك بتقول، وهم بيزعلوا شويه زياده برضو من بعض الناس. يمكن انا كان نفسي اشكركم على الكلام اللي انا سمعته قبل ما نخش في الفقره بتاعتنا، ان احنا دايما بنبص نص الكوبايه الفاضي، ما بنبصش الاولاد دول بيعملوا ايه، ما بنبصش الظروف اللي هو فيها كانت ايه، لا بنبص ان ممكن السياره اتاخرت شويه على المريض، ما تاخرش على المريض لان حضرتك اديتني نوع غلط، او الطريق كان واقف، او في عجز معين اللي انهم مش واضح في، تعرف حضرتك الملابسات كتير قوي طبعا محيطه بيه. زائد برضو ان احنا بنقول يا جماعه احنا ما قلناش ان احنا وصلنا 100%، احنا بنقول ان احنا بنحاول وبنجتهد. يعني حضرتك عشان الاسعاف في مصر يشتغل بشكل مظبوط 100% لازم يكون عندنا 3800 سياره، ولازم يبقى عندي لين للاسعاف بالظبط، يعني طريق للمهيئ للاسعاف بس ما حدش يمشي فيه. زي ده بتكلم على ابسط شيء، السيارات لازم يكون عندي 3800 سياره. طب 3800 سياره، احنا دلوقتي عندنا 2800 وفي 300 جايين، يعني 3100، يعني لسه عندنا شورتج حوالي 700 سياره. الشورتج ده بيمثل حوالي 20% من القوه، يعني انا شغال بقوه 80%. تمام، احنا كنا 10% وبقينا 80، ده اعجاز طبعا. لكن احنا شغالين كل سنه بنجيب سيارات جديده وبنبتدي ندخلها الخدمه، لكن طبعا السياره محتاجه طقم مدرب، محتاجه اتصالات، محتاجه منظومه كامله لازم تنمو مع نمو مع زياده عدد السيارات. يمكن كتير قوي الاولاد بيلاموا وبيلاموا حاجات ما لهمش ذنب فيها. يعني اقول لحضرتك مثال صغير قوي تعرضنا له كتير جدا وكتير جدا حتى في الاعلام. الاسعاف، الحادثه والاسعاف ما جاش غير بعد ساعه. تمام؟ والاسعاف يكون واصل مثلا بعد 7-8 دقائق. هو اللي بيحصل ايه؟ لو انا عندي حادثه كبيره، الحادثه دي محتاجه 20 سياره اسعاف. هل حضرتك في اي بلد في الدنيا ال 20 سياره دول موجودين جنب الحادثه؟ لا طبعا. اكيد لوجيك لا، ما فيش اي دوله في الدنيا عندها هذه المقدره. الاسعاف في الدنيا كلها بيحاسب على وصول اول سياره اللي هي اقرب سياره للحادث. اول سياره دي بتوصل بتعمل ايه؟ المفروض انك تعمل ايفالويشن للموقف وتقول لا ده بلغ الغرفه بتاعت، لا انا عندي 20 مصاب، انا محتاج 10 عربيات كمان، بتيجي العربيات توصل بالتوالي. أيه. كمان بيحصل ازاحه للسيارات، الاقرب بيخش. أيه. والازاحه ده سيستم عمل. فطبيعي ان اول سياره وصلت دي اخذت مصاب ومشيت، فالناس مش شايفه عربيه. العربيه الثانيه بتوصل بعد دقيقتين ثلاثه، تاخد مصاب ثاني وتمشي. بيفضل هذا الكلام يحصل والناس مش شايفه ان في عربيه اسعاف جت لحد ما تيجي عربيه ويكون ما فيش مصابين. فالعربيه بتقف تامن المكان، يبتدي بعد ساعه يقول ده الاسعاف جه بعد ساعه، والمصابين يكونوا في المستشفى اصلا. يعني ده حصل معانا على فكره في اكتر من موقف، وحتى اثير اعلاميا وجبنا ما يثبت هذا، انه العانوا بنقول لهم ان الاسعاف وصل بعد ساعه. طب ازاي المريض وصل المستشفى بعد 20 دقيقه؟ ما حضرتك تقول لي الاسعاف وصل بعد ساعه، ازاي المريض ده وصل المستشفى بعد 20 دقيقه؟ ماذا اللي موصله؟ يعني عايز اقول لحضرتك ان ده بيزعل الاولاد عندنا قوي، لكن برضو على الوجه الاخر عايز اقول لك ان جميع مؤسسات الدوله بمختلف درجاتها بيقدروا الاولاد وبيتعملوا لهم تكريم في كل المحافظات. طبعا الناس بقى اللي هم شايفين شغلهم فعليا على الارض. يمكن احنا عشان كده بنقول للاولاد دايما ايه، يعني اوكي، يعني يمكن الواجب الاخر دوت هو مش عارف شغلك قوي، ويمكن يكون ده تقصير مننا ان احنا برضو لازم نبين نعرض شغلكم للناس. لكن على الواجب الاخر لا فعلا، يعني
جميع جهات الدوله بتساعدنا واقفه جنبنا وبتشجع الاولاد وهم يستاهلوا ده وزياده شويه. اسمح لنا من فريق عمل مصر جميله ان احنا نحيي كل شبابنا اللي شغال في المرفق او يعني هيئه الاسعاف ونقول لهم ان انتوا رجاله واحنا مقدرين دوركم جدا وبنساندكم ويعني ودي حاجه جميله جدا ودوركم جامد جدا في المجتمع واحنا معاكم اللي نقدر عليه كاعلام ان احنا ننشر يعني المبادرات اللي بتعملوها والبطولات اللي بتعملوها. ان انا عايز اقول بطولات فعلا ان هي بطولات ده اكيد ما اقدرش اتنين يشيلوا واحده وزنها 90 كيلو اربع خمس ادوار وينزلوا بيها تاني او يطلعوا بيها سبع ادوار. لا حضرتك عشان اسانسير ما فيش كهرباء او حضرتك اللي حضرتك بتقول ده ده ابسط شيء دي ابسط حاجه. لا حضرتك الناس بتفقد ارواحها. حضرتك معلش الفتره الثوره والاحداث اللي سبق صحيح حصل حضرتك شفت اي مؤسسه في البلد شغاله في الشارع غير الاسعاف؟ لا احنا انا بتكلم على مؤسسه خدميه بتتعامل مع مرضى ومصابين وسط احداث وكان للاسف ان كان كل الناس بتتهمنا ان احنا مع الطرف الاخر ان احنا مش مع الطرف. الاسعاف على فكره ملوش علاقه لا بسياسه ولا بجنس ولا بشيء. والدليل في سيناء انتم متواجدين في العريش وفي المناطق اللي فيها قلق برضه حرب على الارهاب لكن ما بتاثروش في دوركم. يعني اذا كنت حضرتك بتحيي الرجاله بتوعنا الموجودين في كل الجمهوريه فاكيد رجاله شمال سيناء دول لهم وضع تاني خالص. طبعا يعني عايز اقول لك ان احنا في عندنا مسعف رضا الله يرحمه استشهد في سيناء ربنا يرحمه. وفي عندنا سيارات بصفه متكرره جدا بيتم عليها اطلاق النار. ويمكن انا عايز اقول لك ان مفيش ولا طلب جالي من سيناء من الولاد هناك ان هم حيفهم عايز يرجع. بالعكس عشان بيحبوا بلدهم. بالعكس انا 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 اغلب المحافظات بتكلمني تتلحى عليا احنا عايزين نروح سيناء واكلم الولاد هناك يا اولاد زمايلكم عايزين يساعدوا معاكم. لا يا دكتور احنا سادين وشايلين وما عندناش اي مشكله خالص. يعني هم خرجوا من العزاء بتاع زميلهم دفتحهم كلهم رجعوا على سيناء تاني على مكان شغلهم. طب دكتور بجد اذا كنا يعني طبعا تحيه كبيره جدا يعني انا شخصيا انا مش عارف اقول لولاده ايه يعني بس فعلا هم فخر لهيئه الاسعاف المصريه وفخر لمصر كلها. أكيد. طبعا ده اكيد. اللي عايز يلتحق بهيئه الاسعاف المصريه كتير من الشباب ممكن يكونوا بيتفرجوا عايزين ان هم يشتغلوا في هذا المجال السامي والانساني بشكل كبير. بتاخدوا خريجين ايه في مجال الناس تتعين عندكم ولا لا؟ واحنا حاليا بناخد خريجين للمعهد الفني الصحي شعبه خدمات طبيه عاجله. دول اللي بيقضوا سنتين في المستشفيات وبعد كده بيلحقوا بالاسعاف. كان فتره سابقه في 2008 اللي كان في عجز في عدد المسعفين كانت عملت تجربه انا بعتبرها من انجح التجارب اللي اتعملت في مصر ان احنا اخذنا مجموعه من الشباب خريجين الجامعه في بعض الكليات واتعمل لهم برنامج تاهيلي كان في الاول خالص بتعاون مع جامعه هل وبعد كده احنا اللي كملناه وزاره الصحه اللي كملته ودول عددهم حاليا حوالي 2000 واحد ودول بيعملوا فعليا في هيئه الاسعاف المصريه وعاملين شغل كويس قوي مع زمايلهم. دي كانت تجربه انا شايف انها كانت تجربه ناجحه جدا ويمكن اعتقد ان في جهات كتير في مصر ممكن تستفيد بيها بهذا الشكل ان احنا اعاده تاهيل لبعض الخريجين اللي سوق العمل مش محتاجهم صح للعمل في مجال معين. والتجربه موجوده ومفعله في هيئه الاسعاف المصريه من 2008 وانا اعتقد ان هي ناجحه جدا. وانتوا محتاجين الناس يعني محتاجين ناس في هذا المجال ولا لا حاليا احنا بعد الحالي احنا الخريجين بتوع المعهد الفني الصحي مكفينا احتياجات الحياه مع طبعا مع زمانهم بعض التمريض وبعض